من هي سوزان وورسيكي؟ سوزان ديان وورسيكي هي مديرة تنفيذية تقنية من أصول أمريكية بولندية، بدأت حياتها المهنية كمستشارة إدارية في شركة بيننت كومباني وفيبرنت كومباني، واليوم تعد من أهم النساء وأكثرهن تأثيرا في العالم كونها تدير شركة يوتيوب العملاقة التابعة لجوجل. بعد أن أتمت دراستها في جامعة كاليفورنيا، عملت في قسم الإعلانات في شركة إنتل في كاليفورنيا وقسم الإعلانات على موقع جوجل، وساهمت في ارتفاع نسبة الأرباح بشكل ملحوظ، وأصبحت نائبة رئيس أول للإعلان والتجارة، كما أنها حاليا الرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب الرسمية. وبعد إنجازاتها المتكررة في أكبر شركات الإنترنت، تم تصنيفها في المرتبة السادسة في قائمة أقوى امرأة في العالم بحسب تصنيفات فوربس. تعرف على السيرة الذاتية وكل المعلومات التي تحتاجها عن سوزان ووجيسكي. ولدت سوزان ووجيسكي بتاريخ الخامس من جويليا سنة 1968 في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. والدها ستانلي ووجيسكي من أصل بولندي أمريكي، كان مدرس فيزياء في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، بينما كانت والدتها التي تنحدر من أصول روسية يهودية إيستر ووجيسكي معلمة وصحفية. لديها أختان جانيت وجيسيكي، عالمة في مجال البيئة وعلم الإنسان، ولأعمالها صلة بجامعة كاليفورنيا، وآن وجيسيكي هي مقاولة ومديرة تنفيذية في شركة 23andMe. درست سوزان في ثانوية جان في كاليفورنيا، وكونها كاتبة ماهرة فقد ساهمت في نشر عدة مقالات في مجلة المدرسة سنة 1986. دخلت جامعة هارفارد وتخصصت في مجال الأدب والتاريخ سنة 1990، تخرجت منها بشهادة تقدير. في سنة 1993 حصلت على شهادة ماجستير في الاقتصاد في جامعة سانتا كروز في كاليفورنيا، وفي سنة 1998 حازت على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من UCLA أندرسون للإدارة في كاليفورنيا. بدأت حياتها المهنية بالعمل في الإدارة الاستشارية في شركتي ويبر أند كومباني وبين أند كومباني، وفي سنة 1998 أجرت المركب الخاص بها في ميلانو بارك لأصدقائها لاري بيج وسيرجي برين لتساعدهم في تأسيس مكتبهم، وفي نفس الشهر تأسست شركة جوجل التي نمت بسرعة. في سنة 1999 أصبحت مديرة الإعلانات الأولى لجوجل، وبعد العمل على برامج التسويق الفيروسي والرسومات الخاصة بجوجل، بدأت أخيرا بتطوير خدمات عديدة في مجال الإنترنت مثل صور الشعار الخاصة بجوجل وكتب جوجل التي أطلقت أولا في جويليا سنة 2001. وتكريما لمساهماتها التي قدمتها في تطوير جوجل، والتي لوحظت خلال فترة قصيرة، تم تعيينها كنائب رئيس للإعلانات والتجارة، وترأست المنتجات التحليلية والإعلامية لجوجل مثل خدمة إعلان أدوردز والخدمات التحليلية جوجل أناليتكس وبرنامج سي بي سي، بالإضافة إلى برنامج أدسنس. بعد ذلك ترأست قسم خدمات إعلانات الفيديو الخاصة بجوجل، وكان ذلك بالتزامن مع الظهور الأول لموقع مشاركة الفيديو الشهير على الإنترنت يوتيوب على يد كل من تشاد هورلي وجواد كريم سنة 2005، وبدأت شركة يوتيوب بالتنافس مع إعلانات جوجل. بعد ذلك قامت سوزان بدور كبير في انضمام يوتيوب لشركة جوجل، ويعتبر هذا الانضمام من أكبر إنجازات جوجل بعد أن اشترت شركة يوتيوب مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2006. وفي العام الذي تلاه ساهمت سوزان بثاني أكبر إنجازات جوجل، وهو شراء موقع دبل كليك مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي. بعدها حازت سوزان على منصب الرئيس التنفيذي ليوتيوب في فيفري 2014، وأشرفت على إطلاق تطبيقات كان محتواها يهدف لخدمة المهتمين في أمور الرياضة والعائلة والموسيقى. أشرفت أيضا على إطلاق خدمة يوتيوب ريد، وهي خدمة الاشتراك مدفوعة الأجر في كل من يوتيوب ويوتيوب تي في، ولاحقا تحول اسم الخدمة إلى يوتيوب بريميوم. تابعت سوزان نجاحاتها وإنجازاتها، حيث صنفتها مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وتم تعيينها في المركز 27 في قائمة المؤسسين الحديثين الخاصة بمجلة فانيتي فير.
في سنة 2018 احتلت المرتبة العاشرة في قائمة فورتين وومن. ولسوزان العديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية، منها المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل وتمديد إجازة الأمومة مدفوعة الأجر ومساندة النساء العاملات في الشركات التقنية. ولها العديد من المساعدات الإنسانية التي تقدمها لجميع اللاجئين من مختلف الشعوب، وبشكل خاص محنة اللاجئين السوريين. في 27 سبتمبر 2018 أسست قناتها الخاصة على اليوتيوب، ولديها حاليا أكثر من 15,000 متابع. تزوجت من تروبر دينيس بتاريخ 23 أوت 1998 في بيلمونت بكاليفورنيا، ولديها 5 أطفال. أما من حيث ديانة سوزان ويجسكي ومعتقداتها وطائفتها الأصلية، فقد ولدت لعائلة يهودية. كانت ترغب في الحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، إلا أن دخولها في مجال التقنية حال دون ذلك. سوزان سيدة أعمال منظمة لوقتها، فهي تخصص وقتها من 6 وحتى 9 لعائلتها وأولادها فقط بعيدا عن العمل. اعتقد الكثير أن سوزان ستتخلى عن جميع أعمالها بعد مولودها الثاني، ولكن حصل العكس تماما، فتابعت إنجازاتها في أعمالها وصرحت أن أولادها هم الذين يعطونها القوة في عملها. تقدر ثروتها ب 500 مليون دولار. أثناء توليها منصب رئيس تنفيذي ليوتيوب، ارتفعت نسبة موظفات الإناث من 24% إلى 30%، وأصبحت سياسة الشركة أكثر صرامة، وذلك بعدما صرحت صحيفة بريطانية أن مقاطع الفيديو التي تدعم المجموعات الإرهابية تزايدت وأصبحت سهلة المنال من الموقع.